فإذا هو المشكلة في غبائه، هو المشكلة في غبائه والغرور، دائما المستبد مغرور. وصارت الأحداث المتوالية في القرم وفي سوريا وفي الشيشان وقبلها في أفغانستان وقبلها في جورجيا، ما حد تدخل، ما حد أزعجه، وما كان في مقاومة جدية. ولكن كان لازم يفهم، لو كان قائد، لو كان استراتيجي، لو كان بيسمع الناس اللي بتفهم، لأنه في مقال لسفير روسي لازم تقرأه، بيقول لك أنه نصحوه، قالوا له لا، لما بدك تمحي دولة أوروبية من الوجود رح يكون في رد، رح يكون في رد. هو بأوهامه وغروره ظن أنه ما فيش رد ووقع. من الذي قال له لا؟ من داخل الجيش الروسي؟ نعم نعم، وزارة الخارجية وشخصيات مقربة قالوا له لا، ولكن من لا يسمع، لا يسمع إلا نفسه.